شهادات الاستثمار في البنوك، ما حكمها شيخي كريم؟ شهادة الاستثمار، صور لي انت الصوره، انا اعرفها جيدا، لكن صور لي الصوره واقول لك التوصيف الشرعي. نعم. هي اصلا هي في شهادات الف وب وجيم على حد نعم علمي. نعم. تمام. نعم. وبتبقى المده محدده، وبعد ذلك لا فوائد، لا فوائد طبعا. بعد المده دي بتبقى في فوائد. نعم. خلاص. نعم. هي بالضبط توصيفها الشرعي ما هو؟ هذه مضاربه؟ هل هذه تجاره؟ ليست كذلك، انها قرض جر نفع، وكل قرض جر نفع هو ربا. نعم. فاذا فلا يجوز. نعم.